لو الحكاية فيها إن فيدي هذا الطبع الأمريكي الرابع والعشرين في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذين وضعوا تحت عنوان يعبر عن المشهد اللي احنا عايشينه عصمة الإسلام وأخطار بعض الروح المسلمين. السيدات والسادة، دعوني أبدأ كلمتي بهذه الآية الكريمة المعبرة عما يعيش هذه حيث ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر ومن المؤمنين يخاطب الله والذين آمنوا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بالله قالوا إنما نحن مسلمون ألا إنهم مسلمون ولكن لا يعلمون صدق الله. السيدة والسادة، إنما أنا بقولك وأطلق مظلوم لبعض الناس وما يكفي عنه سفك الماء وقطع الأغنياء وحرق البصر كلها أعود بفرعوني دخيل على الأغنياء وعلى بيئة وعلى عدد وضع الوضع والوضع هذه الآيات الكريمة الصادقة فإنها تفسد القلب وإشاعة الروح والقلب غير أنه لم يفهم فانحرفوا بها على الفهم الصحيح وفسروها تفسيرا ليحدوا مصالحهم الشخصية أو أغراضهم الدنيا فضلوا وأضلوا وحالوا مع سواء السبيل. إن الإسلام دين الإنسانية دين حضارة وعرضية سبيله البناء إلى الهدف البناية والتعمير لا التحليل والصلاح والإصلاح وعمارة الكون لا الفساد ولا الفساد. ديننا الإسلامي يدعو إلى